هذه الموجودات مع أبرز ما يمكن الحديث عنه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير روان عليك وعلى المشاهدين. بالتأكيد أداء على سبيل المثال نبدأ بشركة فودافون كان أداء متميز. نذكر أن الشركة قامت بإعادة هيكلة مؤخرا وانعكس ذلك إيجابيا على يعني على نتائج النصف الأول، وحققت أداء متميز. نتحدث عن 65% نسبة النمو، ويأتي بالتزامن مع زيادة في الإيرادات بحوالي 9%، مما يشير إلى أن الشركة حققت يعني لديها كفاءة تشغيلية جيدة، واستطاعت أن تستفيد من نمو في قاعدة عملاء الشركة. يعني نحن نتحدث عن 4% نمو في قاعدة العملاء، وصل حوالي 1,700,000 مشترك. أيضا هنالك نمو في إيرادات التشغيل من بيع الخدمات مثل البرودباند وحتى الهواتف المحمولة. هذه النتائج تشير إلى أن الشركة استفادت من التوسع في قاعدة العملاء الكفاءة التشغيلية. بالنظر إلى شركة الكهرباء والماء، هو نمو كان متوقع، خاصة أن الربع الأول حققت الشركة نمو. الشركة تتوجه نحو الاستثمار الخارجي. داخليا استفادت من عقود البيع طويلة الأجل مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء. خارجيا تتجه الشركة نحو الاستثمار في قطاع الطاقة عبر زراعها شركة نبراس، وبالفعل رأينا ذلك. وقعت الشركة اتفاقية الاستحواذ على حصة 24% من شركة يونيت في بنغلاديش. أيضا الشركة يعني خلال الفترة الماضية أنجزت مشروع توسعة محطة أم الحول، وهو يعني مشروع مهم لأنه يعكس كفاءة الشركة خلال الفترة الماضية. حقق التوسعة في وقت وجيز وقياسي وفي ظروف استثنائية. نتوقع أن يتواصل يعني الشركة بنفس الزخم ونفس النمو، خاصة أن لديها جدارة ائتمانية قوية وفقا لتصنيف موديز، حاصلة على تصنيف A1 وبنظرة مستقبلية مستقرة. نتوقع أن نشهد النتائج المالية على السهم في البورصة خلال الفترة المقبلة. النتائج هذه تنعكس على الشركتين.